1 طيب نبدا بالكتاب وهو عباره عن غرب نتكلم عن المملكه العربيه السعوديه وهنا تبدا الطاوله كان جاهز اول ستيشن عندنا هي للحمله حملة الفرطان ستيشن لإشتابك الثاني باللغة العربية عندنا تأثير المحطة بعدها عبارة عن منشورات وبعض الصور ومناظر لجامعة الملك عبد الله وعندنا أيضا الأيباد عرض للمملكة العربية السعودية وبعض المناظر تأثير المحطة بعدها اللي هي طبعا التالية اللي هي عبارة عن سعودي أنتيك لأشياء المحطة التقليدية وأشياء الأشياء من السعودية القديمة وآخر شيء عندنا آخر قسم اللي هو قسم الملابس اللي هو عندنا المعرض والحمد لله والشكر جاءنا العديد من الضيوف شاركنا اليوم من طلاب امريكان ومن طلاب انترناشونال نتمنى ان هذه السنه نحقق نجاح مثل السنوات الماضيه نحصل على افضل مجموعه باذن الله في هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته